حضرت بها قبل أن يعرفني ولا نعرف وكذا وراء مختبئ وأشوفها أقول لي بشيش هذا الشاب الذي كذا يخطب ما شاء الله. أنا عادتي يعني إذا صليت في أي مساجد أخرى في بلدان في أخرى في فرنسا ولا في ألمانيا عندنا يطلع الخطيب كذا أتمنى أن أكون معي عكازة كذا محجر وأسحبه وأنزله يا رجل الله. فسعدت لخطبته ودرسه ما شاء الله يعني شيء مفرح فعلا. قل من هذا؟ ايش هذا الشاب؟ هذا الشاب بعد ما شابت حياته ولا كذا بس ما شاء الله يعني الله عز وجل رزقكم اياه فاربطكم عليه. واما تلاوته القران ما شاء الله يعني انا اذا صليت وراءه فعلا تخشعت وانا قليلا ما اخشع وراء الائمه في الصلاه لكن اذا صليت وراءه خشعت. فعضوا عليه بالنواجذ والله عضوا عليه بالنواجذ. نعم مش عضو هو عضو هو عزيز محمد عضو. بارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول محمد ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.